حلقتنا التالية عن مهنة ليست مجرد وظيفة عادية بل مهنة إنسانية لا يمكن أن تكتمل بدون العملية الطبية ككل. عم نحكي أكيد عن مهنة التمريض يلي ضاعفت عليها المسؤولية بأيام الحرب على سوريا. سلمى، للإضاءة أكثر عن واقع الكادر التمريضي في مشفى دمشق معنا لمى الفيومي، رئيسة التمريض العام في مشفى دمشق. أهلا وسهلا فيكي على شاشة الأخبارية السورية، ويسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير لكم. يسعد صباحك. فينا نبدأ معك ونتعرف من حضرتك عن واقع الكادر التمريضي بشكل عام اليوم بمشفى دمشق؟ هلأ كلمة واقع هي كلمة كبيرة كتير. أنا ححاول أحكي لك بشكل مختصر عن التمريض المشهود بمشفى دمشق. طبعا عدد الكادر التمريضي الموجود حاليا هو 490 ممرضة. هذا الكادر موزع بكافة أقسام المشفى. أكبر عدد عندي هو موجود بقسم الإسعاف باختلف أقسامه، إسعاف الداخلية، رجال، نساء، أطفال، عناية إسعافية، إسعاف الحوادث. طبعا ما بنسى العيادات الخارجية اللي هي تقريبا بحدود 34 عيادة، كل عيادة فيها ممرضتين يقوموا بتقديم الخدمات المطلوبة منهم. قسم الأطفال اللي بيتألف من حواضن، من عناية، من شعبة الأطفال، بيحتاج لعدد كتير كبير من التمريض. في عنا غرف العمليات، مشفى دمشق فيها 12 غرفة عمليات بالإضافة إلى غرفة عمليات إسعافية. كل غرفة عمليات تحتاج لممرضة أو ممرضتين أحيانا. ما ننسى رؤساء الأقسام بكل قسم من هاي الأقسام. قسم الحروق الموجود عنا بمشفى دمشق بيحتاج لعدد كتير كبير من التمريض يكون موجود فيه. باقي الأقسام الموجودة، الأقسام الجراحية، الأقسام الداخلية، كمان تحتاج ل كادر كتير كبير من التمريض. طبعا مهنة التمريض إذا بدي أحكي عنها هي مهنة شاقة كتير. وشاقة للغاية ومتعبة جدا جدا، تحتاج لساعات عمل طويلة. هذا الشيء ممكن يعرض التمريض اللي عم يشتغل مع المريض لأنه ينصاب بعدد كتير من الأمراض، لأنه عم يكون دائما بتماس مع دم المريض، مع سوائل جسمه. كرمال هيك حاولت الهيئة أنه تأمن لنا بعض اللقاحات اللي بتكون واقية للممرضين والكوادر بشكل عام، ومنها لقاحات التهاب الكبد الباقي بثلاث جرعاته. طبعا هذا اللقاح يعطى للممرضين بثلاث جرعات، الجرعة الأولى، الجرعة الثانية بعد شهر، الجرعة الثالثة بعد ست شهور، ممكن تكون واقية لهم من انتقال المرض. بالإضافة كمان لبعض التحاليل اللي بنعملها للممرضين الموجودين بالأقسام الصعبة مثل قسم غسيل الكلية الصناعية اللي بيحتمل أنه ينتقل له مرض التهاب الكبد سي للممرض نتيجة التعامل مع المريض ومع دمه بشكل مستمر. كل ست شهور في عنا إجراء التحاليل الدورية لكل الممرضين الموجودين ضمن قسم غسيل الكلية. بالإضافة للتطبيب الموجود ضمن المشفى، طبابة الموظفين للكوادر جميعها وخاصة للممرضين، وهذا يعتبر كتحفيز للكادر التمريضي الموجود، بالإضافة لأنه ممكن نعطيه الأدوية الموجودة بالمشفى حسب المستطاع. بس هون عمل مضاعف ومجهود مضاعف، لأنه نحن عم نحكي عن كادر تمريض كبير 450 شخص، فأنت لما 490 شخص 90 شخص يعني رقم كبير. لما نقول كمان طبابتهم على المشفى ففي جهود كتير كبيرة، بس يمكن جهود صارت مضاعفة في ظل الأزمة اللي عم نعيشها، صار العمل مضاعف، المجهود كبير، الطاقة الخدمة الطبية كمان بشكل مضاعف عم تقدم المشفى، وكمان فتحت يمكن عدة أقسام جديدة لتقدر تواكب هيدا العدد الكبير. فينا نقول طبعا خلال الأزمة اللي عم تمر ببلدنا الحبيب كان في ضعف ومجهود كتير كبير على الطاقم الطبي وعلى الطاقم التمريضي. نحن أحيانا بينتهي الدوام الرسمي الصباحي الساعة 3، ممكن يصلنا المسعفين نتيجة أي تفجير إرهابي أو قذائف إرهابية الساعة 3. الطاقم الموجود الصبح ما بيغادر مكان عمله، بيضل موجود للساعة 4 للساعة 5 حتى لنصل الكادر الموجود المساء، هذا بدون أي مقابل، بدون أي مرتب إضافي بأي تعويضات إضافية. المجهود اللي عم يقدمه الكادر في هذه الأزمة جندي مجهول، جندي يعني هو الرديف للجندي العربي السوري الموجود بساحات القتال. نحن ممرضيننا موجودين بأقسام المشفى على مدار 24 ساعة صباحا ومساء. أكيد يمكن هذا الشيء واقع الحرب بسوريا فرض على عليكم مهمات ومسؤوليات إضافية، وبالتالي صار في عنكم يمكن خلينا نقول كتير أشياء عم تحاولوا تطوروها. نحكي عن بعض الأشياء اللي عم بيتم تطويرها لاستدراك يمكن المسؤوليات والأعباء الجديدة اللي فرضت الحرب على سوريا. طبعا هلا دائما بكل مشفى ممكن تلاقي بيحاولوا يطوروا الاشخاص الموجودين عندهم. نحن بنحاول نطور الكوادر الموجوده عندنا من خلال برنامج التعليم المستمر الموجود بالمشفى. المحاضرات بتتضمن التمريض، بتتضمن الاختصاصيين، بتحكي عن كثير مواضيع موجوده. كمان في عندنا دورات ممكن يتبعها
خارج المشفى، ممكن بمشافي أخرى بتكون مهمتها حول تطوير جودة الخدمات الطبية اللي عم نقدمها للمرضى بشكل عام. كمان عنا دورات حول ضبط العدوى ومنعها. تعرفي العدوى ممكن تنتقل بالمشافي من مريض لمريض، ممكن تنتقل من الممرض للمريض أو حتى من المريض للممرض. فلازم يكون في عنا معرفة بطرق الوقاية لانتقال العدوى من الأشخاص أو من المريضين للكادر اللي عم يتعامل معها. هي من أهم المبادئ اللي نحن بنحاول نطور فيها الكوادر الموجودة عنا بشكل مستمر، هي المحاضرات والدورات سواء خارج المشفى أو داخل المشفى. أكيد نوجه تحية لكل الكادر الطبي في سوريا وفي مشفى دمشق وللكادر التمريضي بالذات اللي عليه مجهود كتير كبير اليوم. خليني نحكي على التكريم اللي قمتوا فيه من فترة، تكريم الممرضين على عملهم مثل ما قلتي المضاعف، على الجهود الكبيرة اللي عم يقوموا فيها، جنود مجهولين على الأرض. لما نقول يمكن أول حدا بيستقبلك بالمشفى هو الممرض، يعني إن كان إسعاف ولا أي حالة طبية. طبعاً لحظة وصول المريض أو المسعف أول شخص بيقابله هو الممرض الموجود، خاصة إذا كانوا موجودين داخلين على قسم الإسعاف بحالات إسعافية أو حتى على العيادات أو حتى بعد قبوله بالأقسام الداخلية أو الجراحية. مهمة الممرض هو متابعته، متابعة حالته التشخيصية، متابعة لزومه الدوائي. فبيستحق هالشخص اللي عم يقوم بكل هالمهام على مدار 24 ساعة أنه نكرمه، والتكريم قد ما كرمناه ما حنعطيه حقه. فشهادة التقدير تعطيه جزء بسيط وحافز لحتى يستمر بالعطاء قدر الإمكان. طبعا كان في التكريم ضمن مشفى دمشق السنة الماضية، نحن عملنا تكريم، كرمنا عدد بحدود من مقتطفات التكريم على الشاشة. تمام، نحن كرمنا السنة الماضية بحدود 130 ممرض وممرضة من الأشخاص الموجودين، والسنة هي كرمنا تقريبا 200 ممرض وممرضة من العدد الإجمالي الموجود. نحن لازم نكرم الكل، بس دائما الظروف بتلعب بالواحد، ما فيها تحسن تكرمي العدد بشكل كامل. فان شاء الله بنستمر بالتكريم السنوات القادمه خلال الاشهر، يعني احنا ما بنعمل تكريم سنوي كامل لكل الكوادر، بس بين فتره وفتره نعمل تكريم للاشخاص اللي انهوا الخدمه، اللي استقالوا بنكرمهم بشكل مميز لحالهم. بيكون في عنا تكريم عن طريق الحوافز كل 3 شهور، هي بتكون للكوادر بشكل كامل بكافه الاقسام الموجوده. اي شخص بتكرميه بتعطيه حافز، بتعطيه دافع كثير كبير ليتابع عمله بافضل ما يكون. اكيد، يعني دائما حقل العمل بالتمريض هو شيء دائما في شيء جديد، يمكن في اجهزه جديده بتتدربوا عليها، في متطلبات جديده، وهذا الشيء بيخلي عليكم مسؤوليه الى جانب الاطباء. خلينا نحكي عن ابرز يمكن خلينا نقول الدورات الجديده اللي قمتوا فيها للكادر التمريضي لحتى يواكب ايضا الحداثه بعالم الطب. طبعا الممرض هو العنصر الأساسي، هو العمود الفقري بالعمل الصحي، عشان هيك نحن دائما بنحاول أنه ندربهم على التجهيزات الجديدة اللي بتصل على المشفى. تماما، التجهيزات اللي بتكون موجودة بغرف العمليات، التجهيزات الموجودة بقسم الغسيل الكلوي، بأقسام العناية المشددة، أجهزة الإنعاش، أجهزة التخدير، ضمن دورات محددة لعدد محدد من الكوادر وبشكل مستمر ومتتابع دائما. تعرفي نحن في عنا كمان بده يكون في تدريب واختصاصات لاختصاص للعناية العامة المشددة، اختصاص الأطفال. مو أي ممرض بيقدر طبعاً إنه يشتغل ويعطي مع المريض الطفل، ممكن يجيك طفل عمره احيانا شهر او شهرين بيقول لك الممرض الفايت الجديد انا ما فيني اتعامل معه، ما فيني اسحب له دم، ما فيني ركب له قسطره وريديه. او حتى الكبار بالسن اوقات في ممرضين بيخافوا يقربوا عليهم، بيقول لك انه هذا شوي حس ضيق، بكون اورطته ما لم بينه، بيكون بده شخص عنده خبره كثير كبيره لحتى يتعامل معه. طيب لما خلينا نحكي عن واقع الكادر التمريضي اليوم في ظل ظروف اللي عم نعيشها، في نقص بالكادر التمريضي بشكل كتير كبير، لهيك الممرض اليوم عم يشتغل ضعف شغله، عم يكون جندي مقاتل على الأرض. يعني نحن عم نحكي عن دوام 6-7 ساعات، لا عم يقعد 10-12 ساعة في جميع المشفيات، في عمل مضاعف ومجهود كبير، في نقص نوعا ما فينا نقول بالكادر التمريضي. في نقص كبير بالكوادر التمريضيه، وخاصه عندنا بمشفى دمشق. انت بتعرفي مشفى دمشق هي مشفى مركزي، عم بتخدم مو بس سكان دمشق، عم تخدم من اكبر المحافظات الموجوده بسوريا جميعها. تلاقينا جاينا مرضى من الرقه ومن دير الزور ومن حلب ومن حمص، فهذا الشيء بيحتاج انه يكون في عندي فعلا تواجد للكوادر التمريضيه وباعداد كبيره ضمن الاقسام. يعني انا ممرض او ممرضين موجودين بالقسم بالدوام المسائي هذا ما بيكفي، لازم يكون في عندي 4 و5 و6، بس منين بدنا نجيبهم؟ فعلا في نقص بالكوادر التمريضيه الموجوده بمشفانا. انا بتمنى من المسؤولين ان كانوا عم يسمعونا يكون في دعم للكوادر التمريضيه لمشفى دمشق، يكون في توزيع افضل من التوزيع اللي عم يتوزع لمشافي ثانيه للمستوصفات. احيانا بتروحي على المستوصفات بتلاقي تمريض فيها كثير كبير، بينما المستوصف ما بيقدم الخدمه اللي عم تقدمها مشفى مركزي مثل مشفى دمشق. ويمكن النقص نوعا ما فينا نقول
خلال الازمه، خلال الازمه بشكل كبير، صار في عندنا الشباب بعضهم التحق بالخدمه بالخدمه العسكريه، وما فينا نقول اي شيء على هذا الكلام، لانه حق الممرض انه يدافع عن وطنه ويكون جانب الجيش العربي السوري، بينما في عندنا ناس كمان بس فينا نقول سابقا كان على التاسع، في عندنا ناس صار عندها ايه، بس قبل كان يدخل الشخص على التاسع معهد التمريض، لما ارتفع على البكالوريا كمان صار في اعداد، يعني بتحسي حتى النسبه اختلفت عن سابقا. تماما، هلا صار التمريض على المفاضله الجامعيه مثل يعني كل مره بيطلع الجامعات كلياتها، من قبل مثل ما حضرتك حكيتي كان على الاعدادي بعدين على البكالوريا بعدين صار على الجامعه، هلا صار اجباري بده يكون دارس بكالوريا يقدم على المفاضله، ممكن يطلع له اما جامعه او مدرسة التمريض. مدرسة التمريض عم تكون 3 سنين، ما عادت مثل قبل ايام الاعدادي سنة او سنتين، الجامعة عم تكون 4 سنين، واذا بده يعمل اختصاص قبالي او اطفال او عناية كمان سنة ثانية، فهي السنين متعددة بالدراسة عم تاخذ وقت، عم تاخذ كثير وقت بس اكيد عم تعطي نتيجة افضل، تعطي نتيجة افضل، تعطي نتيجة افضل. بس نحن خلال الازمة فعلا اللي مرقنا فيها كان في عندنا نقص للكوادر التمريضية بشكل واضح كثير كثير، فبتمنى مشفى دمشق بشكل خاص يكون فيها رفد بالكوادر التمريضية بشكل أكبر. أكيد، يعني نحن بدنا نشكر وجودك معنا بالختام، نتمنى من الكل يلي تابعنا اليوم أنه يكون فعلا مثل ما قلتي معنا، يشوفوا شو المتطلبات ويرفضوكم فيها. شكرا كثير لك. شكرا لكم، وبالنهاية بحب أوجه بطاقة شكر واحترام وتقدير لكافة الأشخاص اللي بيحملوا لقب الممرضين. أكيد ننضم صوتنا لصوتك لما الفيومي رئيسة قسم التمريض في مشفى دمشق، وتحية لكل الكادر الطبي في سوريا والكادر التمريضي على الجهود الكبيرة اللي عم يقوموا فيها. شكرا كثير لك. وبدي أشكر بالنهاية إدارة مشفانا اللي عم تدعم التمريض بشكل كثير كبير. نحن التكريم اللي صار عنا الدعم الكبير كان هو من إدارة مشفانا الدكتور هيثم الحسيني. شكر كثير كبير لإدارة المشفى، والشكر لرؤساء الأقسام الموجودة بالمشفى، والشكر للممرضين الموجودين، والشكر لكم.